حلقات برنامج من البرامج العربية الآن عندها مكانتها في الساحة الفنية، قدرت أنها تثبت نفسها بصوتها وجمالها واللوك ديالها. تصفيقات حارة على الفنانة ابتسام كيسكات. جوج أربعة ولا
في فريز جوج شكرا يا بطل اللي كاسكرات لا انا ما كنتش شيء ابدا لا عندي مشكله عندي شيء وحالا في غدا في سبت في سكت في سبت تقول مثلا ليس هاك اليوم عيد عشر واليوم زي اليوم اكثر ايه ده؟ احنا بقالي دورة في غدا في سبت
بني عسكر. تعاود هاد السلام عليكم وردوها عليا كاملين. صافي سلام عليكم. فوالا على بالي بلي بالشيء كاع العرب نساو رمضان. شفت حنا رمضان كي تبقالو 10 ايام باش يجي نوليو نديروها ونتسائلوا. يجي في الصيف السخانة المغرب حتى حنيني يا عمري متى تأدب. والله شوف المشاكل هو يكمل رمضان يعني نهار العيد المغرب الاولى تاع العيد بنادم في الدار كفلو وين يروح يقول لهم والله انت والفلاح كذاب. لي كاستيون منين يجي رمضان الناس تولي كاع مسلمه وكاع الائمه يوليو خدامين. واحد جا عند الامام قالوا الامام في رمضان على 10 تاع الصباح غسلت فمي بالدونتيفريز. قالوا وحسيت كيدي حاجه فاتت. الامام قالوا انت ما كونفيرميش يا صاحبي كونفيرمي شخصي حسيت كيدي حاجه فاتت. واحد داروه في التلفزيون واحد الامام داروا داك الحصه وسمى ركن المفتي. الناس عندهم دي بروبليم ولا ما يعرفوش صوالح يسقسيو المفتي مباشره اون ديريكت. مي لو بروبليم كاين واحد الناس ما يسقسيوش المفتي باش يستفاد. نو يسقسي واحد الاسئله باش يحصلوا. هو صار في بليزير يحصل العالم. قالوا مباشرة وهذا السيد رفد التليفون والتليفون هذا يفوت هكذا فورما. قالوا فضيلة الشيخ عندي سؤال. قالوا تفضل. قالوا باخرة مليئة بالخمور غرقت في البحر وتلوث البحر بالخمور فهل السمك حلال؟ أم حرام؟ ما صمرش العالم مباشرة بهذاك العالم كون صبعه ليلى. قال له الإجابة عن السؤال وهي إذا ردح السمك ردحا عاديا فهو حلال. وإلا شفتو يدير هكا أخطيك من نور معمر. طيب واحد معايا قال لي كادر بغيت نسقسي الإمام بالضروة. قالوا راني نصلي الجمعة صح مانيش نجي للجامع. قالوا وين راك تصلي؟ قالوا في الدار. هذاك الإمام قالوا يا ولدي اش الأئمة كاش يهضروا؟ والله العظيم يا ولدي قول ما هما يقولوش هكذا قول اسمع تهضر معاه انت باش يقردوا. وقالوا يا ولدي ديجا هذاك يقول له خلينا انا. قالوا يا ولدي الجمعة الإنسان يدي بلاصة ويجي يصلي الجمعة في الجامع. هذا قالوا لي نصلي قالوا لي كي تجي الجمعة قالوا لي ندير تلفزيون. قسم بالله
دي التلفزيون القبلة والله العاطف اللي نطل معك معايا السيد قالوا وقالوا نقعد انا نقعد على السجادة قالوا نسمع الدروس نورمال قالوا هما ينوضوا يصليوا في التلفزيون قالوا ننوض موراهم قالوا ماشي جمعة قالوا هي بيناتنا هذي ماشي جمعة الإمام قالوا السما الجمعة راك تصليها في البيت مور التلفزيون قالوا الإمام قالوا وعندك فريجيدير قالوا عندي قالوا باش يهب لك حل واللي تحش غير في الكوزينه غير البلاس غير التهوى ولبيك اللهم لبيك الصفا والمروه ديالها في الكولوار اي سي كوا سا وعندنا عندنا فين وين نسكن انا؟ نسكن لا انا تحسبوني بعيد ولا لا انا بيناتنا سلك الله يا ربي تقطعوا ان شاء الله والله العظيم على جدك السلك مشيت تبني سبان مشيت والله العظيم يا تروح لكازا وتجي يا تروح لالميريا وعلاش ما نجيش وحنا في الغزوات جمع وحنا نصلي في حنا يا ربي 30 واحد كاع هذي اللي يصلي مسكين يا عطا الله خير طرق الامام وصف صف مور الامام معمر صف الزواج خص بلاصه يعني صف الزواج بلاصه تخص انا في الصف الثالث جا واحد الانسان براني هيد الباساج دخل يصلي معنا اون فاس البلاصه اللي تخص اوتوماتيكمون يقدم ويعمر البلاصه تاع الصف الزاوج هو بغى يقدم انا شديته قلت له لا سيد شاف فيا ما عرفني لا مهبول ولا بعقلي وبغى يقدم وانني واقف مازال ما كبرناش وانني حاس باللي باغي جدا قال واش فيها لك قلت لك لا ما هضرش معايا دار بلي هاد السيد مريض كبرنا الله اكبر حنا كبرنا صاي ما نجمش نهضر معاه جد هو جد معمر البلاصه تاع الصف الزاوج اوتوماتيكمون تاع الصف الثالث بلاصتو تعمر شوف ركعنا طلعنا احنا سجدنا وهو صكا وي انا قلت له مليحات لك عاود طلعنا ركعنا طلعنا سجدنا صكا قلت له تستاهل وهو تعرف علاش الصف الاول هذيك البلاصه احنا مخليناها خاويه اكسبري باسكو في الصف الاول السيد رجلو تاع الحديد كي يحب يسجد يديرها تاك تاك هنا هنا ربعات الركعات ربعات الركلات نوضنا قلت له قلت لك ويني ما نفري ماشي ولد البلاد تبع واحد المرأة هي وراجلة وراحوا لونغ ولونغلي غي ما جاب ربي الراجل يعرف هاو ار يو فاين تانكس اندي وصح حابس وراحوا لوندر هما دخلوا كراو في الاوتيل دخلوا لا شومبر للمرأة خرج فيها فعل وتموت من الفعل تعيط لربي وقول له خرجوا عليا خرجوا عليا يا عوالتي هالانجليز فيها الفعل
خرجوا عليا وما يقول لها حبسي هيس لنا دوك نخرجوا. قالت له عيط لا ريسبسيون عيطت قلت له قالت له عيط ولونجلي الفت مسكر التليفون فورما ريسبسيون ردت داك الدولية ويقول يهضروا ناشطين هلو و قال لها هذا قلت له قال لها يو سبيك انجلش ما هو موالف يسقسيتنا قلت له يس اي سبيك انجلش كيش يقول لها الفار الحي على الاخريات اللي ما قراش قال لها ميسيس يو نو توم انجيري Yes, I know. قال لها جيري is here. قال لها روح وخرج شوي ما. ولا شوف انا نضرب ذاك الشهرين ذاك الشهرين ثلاث شهور في فرنسا انتبه هذا الكول الكول عنده غير سلمة واحدة يا تمد يدك وما تمدش وجهك يا تمد وجهك ما تمدش يدك قانون في اوروبا كومبري وغير الزوج حبس ولا ها بلا وجه ربي علاه يعطيك يدو وربعة شي زوج ربعة مش عارف علاش ربعة ويقعد شدك صافا لاباس هيا وهنا راه زوج راه مقطع هكذا وانت كاش كذا تسيي هذوك اللي راه مالا انت راك حشمان باسكو ما راكش هما ما راكش عارفين شكون راه شاد الاخر هما عارفين بلي انت هو هو وانت تبدا دير دمغيها سيد هكذا عندي وحده عندي شوف لو روا شوف تاكش تسلم عليا تقول لي سي عبيب ولد خويا جا عندي سلم عليا امشيها هذه لا تاني كاري هذا غير من نوع انا نحسب صايم يا تريح لا بس عبدي لا بس الحمد لله بعوضي يا رب لا بس الحمد لله ويما اخترم لا بس الحمد لله العائلة كومبلي كل واحد عنده وغير على شيء غير على شيء وانا وبارفو انا وليت نعاود هذا ترى الناس ترى الحمد لله بكرة الناس الحمد لله ولا عاود جيت تسلم على واحد ويقال صوب يكون يخدم ويدافع من الكريس ولا الزيت ولا فاصون مسخين يده وانت تقول له السلام يا من بعيد سلام لا يعطيك يدو على الفال ها وتبدا انت تشوف وين ما كانش تجريس ها باش تسلم هكا تك والله الا كريكا تصدق يعطيكم الساعه ما تنعسوش الامور تاعنا مريقليه إننا عندنا واحد ميغريات تزوجت بواحد منا تزوجت بيه وهي عايشة في فرنسا وقرات في فرنسا وتربت في فرنسا وكل شيء في فرنسا وتزوجت مع واحد منا هو والعقلية ما متفقينش هي 2014 هو 2014 عقلية بعيدة هي تهضر غير بالعقل وهو يعيط ربي باسكو علاش حنا عايشين في السخانة فرنسا جبرهم كان باسكو البرد يقول لك وي يا فات حبيب حنا هنا النمل يعض النمل يعض تحسب جد ديرها هاي بالسخانة النمل من هذا الله يستر ويحفظ انظر خرجة الوغ هاد الكوب هي تهضر غير بالعقل يقول له جيلاني مي كالم توا مي بوركو تو
المشكله دي. وعندها واحد ولد عنده واحد 7 سنين يسمع يماه تهضر عاقله وباه يعيط على اللعان. انا شغل سقصي ما قال ماما قولي لي كيفاش جاب لك الماء لهذا الارض. قالت له ولدي دابخي القرايه اللي قريت انا في باكو قالوا لنا بلي على الفور لوم إل إيتي أن سانج وهذوك لي سانج في بالي كانوا يحفوا في بالي عندهم هكذا سما يبان لي حنا الرجال رانا نحفوا غير باش ما نوليوش قروده وفتره والله وفلها رحت فيها. دونك إلا كان الرجال يحفوا باش ولا القروده القردات بنات كانوا يديروا مكياج وانا شيرو ماركيان تروك نسا في العياس كي يديروا المكياج لما نقول افو ما دير مكياج تكون نورمال عادية هي دير مكياج كي تولي ترمش حتى الرمش ماشي عادي ترمش هكذا باسكو علاش الشواطر يكلو الشير هي تنسي تسلك تبعها ها واحد المرة في عز في عز انا قاعد هكذا ويا واحد المرة تشوف فيا تشوف فيا ودير ليها وانا نقول بسم الله الرحمن الرحيم عاود نشوف فيها هكذا ويا دير ليها ايوا رحت عندها السلام قالت لي السلام قلت واش كاين قالت لي والو قلت لها صافي ان بون مومون هي تعيطي لي قالت لي مانيش نعيط لك قالت لي هذا الغيسيل تاع الشينوا قلت له نادي شوافي ولا يكرشيو الور المرأة قالت له لوم اليبوك إل إيتي تان سانج الولد عنده 7 سنين مسك داها في راسو و سي بون على غدوة خسر بواه قال له بابا قول لي بنادم كيفاش جا لهاد الأرض بواه قال له وليدي على حساب القراية اللي قرينا حنا هنا في البلاد قالوا لنا بلي ربي خلق آدم وخلق له الزوجة تاعو وتزوجوا وداروا البشر والبشر طاشر ورانا هنا قالوا مي بابا يا بروبليم قالوا واش هو قالوا يما قالت لي بلي لوم على ليبوك اللي تي تان سانج قالوا وليدي هذوك الثانية تاع يما قالوا يا با لونتون جداتك يا با لونتون جداتك تاع يما قالوا بلي قلعت وعندنا عندنا احنا في وهران فاجي عندنا ان زو حديقة الحيوانات وهذاك الزو نقصد لك بالله الحيوانات ما بقاوش نقارضوا اللي كلاوهم اللي شواوهم كملوا معايا الماهم داك الحديقة الحيوانات جاونا ان فاكس من الجزائر بلي راه جايه واحد لا ديليغاسيون باش يشوفوا حديقة الحيوانات لا ديليغاسيون جاهم الميساج سامدي ولا ديليغاسيون جي الماردي عندهم يومين هذيك اليومين ولاو يسيب يدبروا الحيوانات باركو لي مويا جابوا كل شوف وداروا له شويه السيشوار وقالوا له تدي قالوا له شوف والله تنبح نهار ثلاثة تنبح تندبح عاود جابو بيبي داند قلعو له الريش من الرقبة قالوا له انت فوتور نهار ثلاثة جابو لي قنايل نورمال جابو عاود حمار وبنت لون كحل بيض كحل ردوه حمار وحشي زاد قالوا له اسمع انت ما ترقد ما تدور ما والو راك عاد ما نشفتش بقاو لك لي زانيمو فيروس الحيوانات المفترسة مين يجيبوها مين جا واحد قال لهم ودي عندي واحد لاتوني تاع قرد إلا يبغي واحد كاش يلبسها هاد لاتوني ويلعب قرد يبداو يقيسوها المدير كشو قلت له هو اللي كلا لي ليفون في بالي بغاتش تبلع عبرها عاود سوديراكتور طويل فينامو عمي حمد العساس
مد العساس مع سوزالي مونتي المدلع عيانة يديه طوال وضاير شوية منين لبسوها له قالوا له يا وعمي قالوا مش كاين قالوا له نجيبو قرد يدخل فيه الشك والكادة قالوا له اسمع عمي احمد قال لهم واش قالوا له تلعب كلب ودخل في لاكاش ويلعب كلب قالوا له نخلصوك نعطيوك 2 مليون هاد الليله قال لي لا تعطيوني 2 مليون في الليله خليوني قلب ما كان ده نخرج انا راني هنا قالوا له لا غير هاد الليله بين ما تفوت لا ديليغاسيون اللي جايه من الجزائر قالوا له داكور نهار الثلاثاء جات لا ديليغاسيون فاتوا على ذاك الكلب ما كلب ما دين مخلط كلب السيشوار قال لهم قالوا هذا الرصاق قليله قليله وبزاف احنا عندنا واحد ونريكان عندهم ثلاثه عاود فات على ذاك البيبي زي ما قالوش عيشه ماتت ما يقلب الحاره عاود فات على الحمار الريحه البندوره سانتيتيك فات على عمي احمد فات على القلب القلب راه خالص عمي احمد راه خالص عمي احمد ولا يشد هكذا ويدير لها باسكو خالص عاود فات ولد وسبع هذاك السبع كرشو خاويه جاو هذوك الناس قالوا لنا نسمعوا من اللي بدينا نشوفوا هاد لي زانيمو ما عجبناش واحد لا سيما هاد السبع هاد السبع قال لنا عنده 10 ايام ما كلاش قالوا له نو تو لي جور عنده 14 كيلو تاع اللحم قالوا له بدا بهادشي وانتم صافي 2 مدينا له 14 كيلو ورد منها 2 كيلو تاع اللحم سما قال لهم باغي يقولوا لنا بلي السبع شبعان قال له واحد قال لهم كاينه قضيه السبع كي يكون شبعان ما ياتاكي حتى واحد قال لهم واحد قال لهم لا خرجوا السبع ولا كاش ايوا قال لهم دخلوا مع القرد اوه ربي وعمي احمد سمع عمي احمد دار هما خرجوا السبع حلوا داك لاكاش طرا 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 خرجوا السبع عمي احمد راح للقلب تاع لاكاش ويرعش عمي احمد قال يا ربي عطاوني 2 مليون وداروني عشاء دهلات ربح الراسه تاع والديه السبع دخل بلعوا السبع طرا 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 بلعوا السبع دخل والسبع جاي عمي احمد يدير له وعمي احمد امامو عمي احمد بدا يشهد دار هذوك شافوا القرد يشهد قال القرد راه يشهد قال له مسلم مسلم قرد مسلم والسبع السبع جاي هذا تلو جهد عمي احمد السبع هذا حتى السبع قال لعمي احمد قال له غير ما تخافش انا عطاك هذوك هذوك لي دونكور انا صافي واحد القضيه في تلمسان دونك الانسان معروف انا واش بانت واحد النهار شيت هذا التلمسان شيت كاسكيطه وشيت دي لونات باش نتمشى ما يعرفونيش باسكو الناس يشدوا واحد يخلص عليك القهوه واحد يسلم عليك واحد يتصور معاك دونك كي تلحق لذاك البيرو تلقاه يسد دونك على شاك فوا عندي هاد المشكل واش درت قلت انا ندير في الكاسكيت نشري ديريبان نشري بكوش زيزون ما يهدرش يهدر مع اللي يبيع يقول له ابا ها هذاك ما يهدرش عاود يقول له ابا ها سما شحال هذا قال له ها سما هذا يقول له ها قال له تا تا دوسني قال له تا كيلو وزل له عاود قال له على الخوخ تا ها قال له ها قال له ها قال له ويني قال له تا زوج بعد قال له الطوطال ها ها ها
خلنا له ها 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 ها. السيد راح وانا واقف. انا هضر مع السيد قلت له ابا ها. قال لي ها؟ قلت له ها. قال لي با با. قلت له ابا زوج. وزن لي حاول قلت له الخوف ابا ها. قال لي با. قلت له با ها. كيلو ونص. هو ينزل الخوف والتليفون صنع. الفت. الو. وين؟ قال لي تهدر؟ قلت له انت تهدر؟ قلت له انا ما عرفتش شكون وين بكوش. قلت له انا عبالي راكم تساليهم عافا. وتصديق يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم. رشيد العلالي. رشيد العلالي هو جا. ها؟ انا لو كنت زيد هنا نص ساعة كنتي غير قنيجة هنا. بنام قنيجة ورفوة. بارك الله على سلامتك. وانت في الفيستا الله يحفظك ناس كازانا ما يعرفوش كيف ما يعرفوش ما يعرفوش. سيد خضر صرفتينا دائما كما كتصرف. الله يحفظك يا الجمهور المغربي كيبغيك بزاف دائما. والله العظيم شوفوا إذا كان الجمهور المغربي يبغيني شوف يعني ضربوها شحال بيكم انتم تلقاو شحال نبغيكم. الله 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 بارك الله عليكم. الله يعطيكم الصحة ميرسي. بارك الله عليكم.